اهدي ولادنا واحمينا طالبين رضاك يا. هذا البرنامج برعاية ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وأول حلقة لينا في شهر رمضان، كل سنة وكل مشاهدينا طيبين. ونبدأ حلقتنا بفقرة صحة وعافية مع رانيا أبو شادي خبيرة التغذية والديتوكس الدولية. أهلا بك يا رانيا، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة والسادة المشاهدين بخير وصحة وسلامة دايما يا رب. حلقتنا طبعا متنوعة ومليانة فقرات جديدة وكتيرة ومختلفة، وحبينا أن أول فقرة يبقى ليها علاقة بالتغذية والأكل والشرب في رمضان. ورانيا وعدتينا انه في رمضان هنعمل بقى جدول ونظام غذائي نمشي عليه من الفطار للسحور ان شاء الله باذن الله. بصي احنا ان شاء الله كل يعني الشغل بتاعنا هيبقى شغل تنظيمي. احنا عايزين ندخل شهر رمضان ونخرج منه اصح واخف وزنا، وعارفين نعمل عباداتنا وعارفين نصلي، ومشاكل بقى الهضم ومشاكل اللي بتحصل لنا دي نتجنبها خالص. طيب يعني شهر رمضان فرصة ان احنا فرصة كبيرة جدا اكلنا ونرتاح ومعدتنا ترتاح، واللي عايز يخس يخس واللي عايز يظبط اي مرض يتظبط. بالظبط، احنا ما بنخليوش كده، لانه احنا لو فكرنا بالعقل هنلاقي ان انت بتصومي تقريبا حوالي 15 ساعة في اليوم مثلا او 16 ساعة في اليوم، وعدد الساعات اللي انت بتفطريها بيبقى 8 ساعات بالظبط، يعني الفجر 3:30 تقريبا، المغرب 7، وبعدين الفجر تاني ساعة 3:30 4، فيبقى عدد الساعات اللي انت بتاكليها بيبقى 8 ساعات. تخيلي بقى ان انت عندك فرصة ذهبية ان ال 8 ساعات دول لو نظمتي اكلك وشربك، اولا ده احسن ديتوكس في العالم شهر رمضان، احسن ديتوكس، لانه الصيام بينظف الجسم اوتوماتيكلي. بس حسب ايه اللي انا هعمله بعد ما يعني بعد ما افطر، لكن انا عندي تنظيف ذاتي للجسم بعدد ساعات الصيام. نمره 2، عدد ساعات اللي باكل فيها او بفطر فيها من اليوم اقل بكتير من اللي انا صمته واللي انا نمته، فبالتالي لو نظمت اكلي هقدر اخد النتيجه دي. احنا هنقول نظام ظريف جدا وسهل وعايزين الناس تتبعه. هننظم، هنقطع عدد ساعات الفطار من اول المغرب للفجر ساعتين 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 ساعتين. فهنفطر، انا عايزه الناس تعمل ايه اول ما ده كانه جدول من بعد الفطار، وهنكتبه ان شاء الله بتهيألي على الصفحه ممكن نديه للناس وكده. اللي احنا هنعمله انه اول المغرب هيدن، عايزه اول حاجه الناس تعملها تمر، تاكلي 3 تمرات ثلاث تمرات وتشربي كوبايه ميه. تمام خلاص، عايزه تحطي على بالظبط، عايزه تحطي على الميه ليمون اوكي، عايزه تاخديها لوحدها ميه مش عصاير. ماشي، وخشي صلي المغرب. خلاص الموضوع سهل وبسيط اهو. مش هتقدري تصلي المغرب ساعتها علشان بتحطي الاكل لاولادك وبتاع، خلاص خدي الثلاث بلحات وخدي كوبايه الميه وابداي اقعدي على السفره بالراحه، اغرفي لاولادك وشوفي هتعملي ايه. وعايزاكي اول طبق تبداي بيه بعد الميه والتمر الشوربه. هندي وصفات ان شاء الله في ال 30 يوم اللي جايين عن وصفات صحيه جدا نعمل بيها الشوربه. فهتاخدي طبق كبير، بوله كبيره جدا، يعني عايزه اكبر كميه هتاكليها من وجبه الفطار تبقى شوربه. هخلص طبق الشوربه بالراحه، هاكل سلطه. طبق السلطه بتاعي لازم يكون موجود على السفره. احنا عندنا ميزه هايله ان احنا في صيف وفي حر، فالواحد ميال قوي للحاجات اللي بتبقى ساقعه ورطبه. صح، هعمل طبق سلطه، وهندي وصفات برضو سلطات لطيفه ومتغيره عشان الناس ما تزهقش. طيب يعني قلنا تمر مع ميه، بعد كده ادخل اصلي المغرب وارجع اخد طبق الشوربه، وبعد الشوربه اخد طبق السلطه. بعد طبق السلطه انا اصلا بالنسبه لي هكون شبعت خلاص. احنا عايزين نوصل انه انت اللي هتاكليه بعد كده من بقيه الاصناف هيبقى اقل بكتير من اللي اكلتيه، لان معدتك اتملت. لكن برضو طبعا احنا مش عايزين القاعده ان احنا في رمضان مش هنحرم الناس من اي حاجه. طبعا هناخد بقى بعد ما نخلص السلطه هغرف حته الفراخ بتاعتي، الحته بتاعتي او حته اللحمه. قلنا دايما البروتين مش المفروض انه يعدي اكتر من كف ايدك، اللي هي الحته ديت، مش الكف من تحت لفوق، لا وسط الايد. هاكله لحمه او هاكله فراخ او هاكله سمك زي ما بحبه. طبعا لو هرتبهم هيبقى سمك فراخ لحمه، لكن برضو يعني نفسي راحت في رمضان. احنا تقريبا مش ميالين قوي زي الشعوب بتاعه البحر اللي هم بيبقوا عايشين بقى زي بورسعيد واسكندريه وكده، نطبخ السمك اقل. خلاص، وهاخد جنبها حته النشويات بقى بتاعتي، معلقتين رز او
ربع حتة مكرونة فرن أو ربع حتة رقاق أو معلقتين مكرونة عادية. وهوري الناس الأيام اللي جاية طبق كده متقسم إزاي الطبق ده يبقى متقسم بحيث إنها تبقى عارفة الحتة اللي تغرفها من النشويات. يبقى معلقتين رز أو معلقتين فريك أو معلقتين كبار مكرونة. أنا ما بقولش معلقة شوربة، أنا بقول مش مغرفة، أنا بقول المعلقة الوسط. أو نص خرطة من المكرونة البشاميل مثلا أو مكرونة الفرن أو حتة رقاق بيبقى مربع اللي هو من المربعات اللي أنا بقطعها من الصينية. خلاص. طيب أنا عطشانة بقى، الجو حر وحشرب، بس هشرب إيه؟ أنا عارفة إن عصاير رمضان جميلة، قمرالدين والكركديه والخروب والحاجات دي كلها مفيدة جدا، مفيدة في حالة إن إحنا ما بنحطش فيها كمية السكريات الرهيبة اللي بحطها في الخلاط وأنا بعمل العصير. فعايزة أستعوض بأنواع معينة من السكر أنا هقول للناس عليها وهيلاقوها في السوبر ماركت، وأحط يعني لو أنا بحط على الخلاط ده 10 معالق سكر هحط 4 معالق سكر من أنواع أنا هرشحها للناس وهكمل الباقي بالعسل. فهيدي المزازة، هاخد المزازة بتاعته هيبقى أقل ضررا وأقل تخنا. لازم نعرف إن كل النشويات بتتحول لسكريات وكل السكريات بتأذي الجسم لأنها بتعمل كم بكتيريا رهيبة جدا وبيتغذى عليها الليست أو البكتيريا المضرة للإنسان. فلو أنا عايزة شهر صحي يبقى أنا لازم أقلل جدا السكريات بتاعتي. خلاص خلصت العصير بتاعي، هقوم بقى هشوف هعمل ايه. لو كنت هقعد اتفرج على حاجه في التلفزيون، هدخل يعني هقرا قران، هشوف يومي هيمشي ازاي. بعدها بساعتين يبقى انا كده فطرت. خدي بالك احنا تقريبا 8 ساعات من الفطار للسحور بالظبط، احنا هنقسمهم ساعتين. لا انا فطرت 7، عملت كل ده دعاء. الساعه 9 ان شاء الله باذن الله هحل. في بقى كنافة وفي بقلاوة وفي قطايف وفي حاجات كتير جدا عايزة أدوق بقى. وإحنا قلنا أن القاعدة أن أنا مش هحرم الناس من حاجة. طيب حتة الكنافة، أولا عايزة قصة أن أنا هاكل من كل الحلويات اللي موجودة دي أنساها. يعني لو إحنا في رمضان بنحب نجيب حلويات ونعمل حلويات كتير جدا، فعادة البيوت بيبقى فيها كنافة أم علي وقطايف، وطبعا الكنافات بقى اللي نازلة بكل أشكالها. انا هحدد النهارده انا وحشاني ام علي هاكل ام علي، يعني كل يوم اختار صنف اخد منه. احنا عايزين كونسبت ان احنا مش باكل لحد ما بشبع في الحلويات. انا بدوق علشان معلقه هي يعني بالظبط. في ام علي ممكن اخد معلقتين زي الشوربه. في الكنافه، حته الكنافه اللي احنا بنقطعها اللي هو الكيوب ده هاخد نصه، والقطايف لو قطايف صغيره ممكن اخد 2، ولو واحده اخد واحده كتير. يبقى ده الحلو اللي هو بعد ساعتين. ويا ريت بقى لو انا خدت حته صغيره جدا من اي حاجه وكملت بالفاكهه. على ان بما اننا في بطيخ وفي كانتالوب وفي احنا في الصيف والجسم بيحتاج ميه. بعدها بقى بساعتين بقينا الساعه كام؟ الساعه 11. تمام؟ الساعه 11 اقدر اتسحر بقى، هاكل فول بدري، اقدر اكل وجبتي هي بقى الساعه 11، اقدر اكل بقى الفول اللي انا عايزاه او الطعميه او البيض او الحاجه اللي انا عايزاها. تمام. واخلي اخر حاجه اللي هي قبل الفجر. قبل الفجر 11 دي انت عايزه تزحزحيها تخليها الساعه 12، مفيش مشكله خالص. أوكي. وفي النص احنا هندي للناس ترمس ومكسرات يقدروا ياخدوها. طيب احنا التكمله دي هنقولها بكره، لكن قولي لي بقى الزبادي دي بقى انا بقى بعد ما خلاص انا عايزه ان دايما الناس تقفل قبل الفجر. يعني هو قاعده ان احنا بننظم كل ساعتين حاجه. تمام. ما باكلش الاكل وبعده الحلو اللي هو ونقطه مهمه جدا يا دعاء، بين الساعتين دول انا عايزه كل ساعه تشربي كوبايه ميه. يعني كل ساعة من بعد الفطار ليا كوباية مية، أظبط نفسي كده وأبص في الساعة. تمام. فبالتالي هوصل من بعد المغرب لحد السحور إني شاربة 8 كوبايات مية، يعني تقريبا لترين مية. تمام. لازم يدخلوا جسمي غير الشاي، هقلل من النسكافيه، هعوض بالشاي الأخضر أو اليانسون أو المشاريب، وبالذات إحنا في الصيف، يعني الصيف ما بيحبش المشاريب السخنة قوي. تمام. اللي أنا عاملاه ده يعني أو اللي أنا حطاه ده، إحنا النهاردة بنشرح اللي أنا حطاه دي الوجبة اللي أنا نفسي الناس تقفل بيها قبل أدينا الفجر. السحور الأخير قبل الفجر. يعني أنا خلاص قلت هسيب المسافات دي، حبيت إن أنا أطول في السحور فيبقى عندي 3 ساعات بين محلات والسحور أو 4 ساعات. أوكي. وفي النص هنتسلى وهديكوا حاجات تشبعكوا وتسليكوا كل حاجة. هقفل بالزبادي، الزبادي ديت زبادي عادية جدا النوع اللي أنا بحبه، وهعصر عليها ليمون زي ما إحنا شايفين. الزبادي معلهاش حاجة خالص غير ليمون. عايزه ازود عليها معلقه عسل. زود، في ناس بتحب ينفع العسل. ينفع جدا مثلا العسل، لان العسل بيديكي طاقه. حاولي دايما يكون نوع عسل فعلا انت يعني الزبادي بالعسل بس، ولا حط عليه كمان ليمون؟ لا زبادي بالليمون، انا عايزه الليمونه لانه دي اخر حاجه بتعملك عمليه تنظيف قبل ما تنامي. بتعملي عمليه غسيل. الزبادي مليانه بروبايوتكس مع الليمون، تعملي نوع من التنظيف يصحيكي الصبح فريش والاكل مش كبست على نفسك، وعاده هتخشي
التواليت، وده اللي احنا عايزينه. ممكن تحطي بقى عليها معلقه عسل لو عايزه، ويبقى ديت البروتوكول بتاعي طول شهر رمضان اللي بقفل بيه قبل اذان الفجر. رانيا كل يوم هيكون ليها معاكي ان شاء الله فقره صحه وعافيه، ناخد كده نصايح من الفطار للسحور وطرق كده اكلات كده خفيفه وسريعه علشان نتغذى ويبقى رمضان صح علينا وصحه وعافيه ان شاء الله. خليكم معانا مشاهدينا، لسه عندنا فقرات كتير في حلقتنا النهارده.